انا اسمي ميرفت محمد علي احمد، مواليد 13/9/69. السنه دي اشتغلت في مجال المقاولات عشان ازود دخلي في مجال المقاولات بالنسبه للعمولات اللي كانت هتجيلي من شغل المقاولات. واتعرفت في شهر 9 اللي فات على شخص بيشتغل في نفس المجال، ادعى ان اسمه اللي هو فاروق القاضي، وان هو له علاقات مع مسؤولين كبار في الدولة، وان هو بيقدر يجيب شغل كتير في مجال المقاولات، وان هو له مصالح يقدر يعمل مصالح قوية في شغل المقاولات. وانا قلت له ان انا شغالة برضو في رئاسة الجمهورية، وان احنا بعلاقاتنا دي نقدر نعمل مكاسب كويسة في شغل المقاولات.